حيث انطلق في هذه الأثناء، أو نتابع كلمة وزير الداخلية وجماعة المحلية وتهيئة الإقليم نور الدين بدوي، الذي يشرف هو ووزير الفلاحة سيد عبد القادر بوعزقي على الاجتماع التحضيري لحملة 2018 للوقاية ومكافحة حرائق الغابات. نتابع. ولات الجمهورية والإطارات المنتخبين المحليين أسرة الإعلام، أيها الجمع الكريم، إنني جد سعيد اليوم وأنا أشرف بمعية زميلي وأخي السيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والسيد البحري على هذا اللقاء، وهو أول لقاء وطني حول شعار الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها، وبمشاركة الفاعلين الرئيسيين في هذا المجال من سلطات عمومية مركزية ومحلية وكذا مختصين. وهذا يندرج ضمن تعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على إثر موجة الحرائق التي عرفتها بلادنا الصائفة الفاردة والتي لم تكن بالعادية، بحيث آنذاك السنة الماضية أمر الحكومة بتعبئة كل الموارد من أجل مواجهتها والوقاية منها مستقبلا. وعليه فنحن نجتمع اليوم في هذا اللقاء الوطني والأول من نوعه من أجل تقييم التحضيرات الجارية للوقاية منها ومكافحتها لهذه السنة، بغية الوصول إلى صياغة منهجية واستراتيجية وطنية واضحة المعالم للتحكم في مثل هذه الكوارث وحتى في آفاق 2030. السيدات الفضليات، السادة الأفاضل، إن الجزائر وكما تعلمون هي منطقة معرضة للكوارث الطبيعية والمخاطر الكبرى، فلقد اكتسبت عبر مؤسساتها الكثير من المعارف والخبرات جراء الكوارث التي ضربت بلادنا خاصة في بداية الألفية، حيث أقرت السلطات العمومية بضرورة إعداد سياسة وطنية للحد من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث. تم من خلالها وضع إطار قانوني وذلك سنة 2004، والذي يعتبر القاعدة الأساسية للنظام الوطني الوقائي، والذي جاء بجملة من الأهداف والمعايير التي ترتكز بالأساس على تحسين المعرفة بالمخاطر الكبرى ومنها حرائق الغابات وتطوير الإعلام الوقائي، وكذا وضع أنظمة شاملة تتكفل بطريقة متماسكة ومتكاملة ومتكيفة بجميع الكوارث الطبيعية منها والتكنولوجية ومن خلال مخططات عامة وخاصة الوقاية والتدخل. سيدات الفضليات، السادة الأفاضل، إن ما مرت به بلادنا صائفة العام الماضي لم يكن باليسير، حيث عرفت اندلاع موجة من الحرائق والتي مست 38 ولاية، لم تكن عادية بل مست عديد المناطق في العالم وهذه الكوارث أسفرت عن خسائر باهظة عبر المعمورة فاقت 170 مليار دولار بحسب المختصين كخسائر، وتم تسجيل مئات الوفيات خاصة ببعض بلدان القارتين الأوروبية والأمريكية.
أما في الجزائر خلفت موجة الحرائق هذه في بلادنا التي قدر عددها أي عدد الحرائق ب 2992 حريق، وهو رقم قياسي خلفت أقول حصيلة أليمة بفقدانها لثلاثة مواطنين وتسجيل أضرار كبيرة في غطائنا الغابي والنباتي. هذه الحصيلة كانت مرشحة لأن ترتفع لولا تجند أفراد الحماية المدنية باحترافية وقدرات عالية في الميدان بمعية أفراد الجيش الوطني الشعبي، أعوان سلك الغابات، دون أن ننسى روح التضامن التي سادت بين المواطنين في كل الولايات المتضررة، وهذا بالرغم من الظروف الصعبة وغير المواتية التي صاحبت موجة الحرائق هذه من ارتفاع كبير في درجات الحرارة وصعوبة المسالك. إننا نقف اليوم بعد قرابة سنة من وقوع هذه الحرائق، أجدني مجبرا على التذكير بالمجهودات الجبارة في مجال الوقاية من الكوارث الطبيعية والمخاطر الكبرى والتي تعتبر القاطرة في هذا المجال، بمساهمة أتكلم على قطاعنا، بمساهمة القطاعات الوزارية والسلطات المحلية في كل في مجال اختصاصه. فالعمل الذي انطلق فيه مستمر وسيتم تكييفه وفقا للتطورات الجديدة والمعايير الدولية المعمول بها، وها نحن لسنا ببعيدين عن التتويج الذي حظيت به الحماية المدنية الجزائرية السنة الفارطة. وفي غرة نوفمبر والذي صادف ذكرى 63 لاندلاع ثورتنا المجيدة، الاعتراف بشهادة الاعتراف والمطابقة الدولية للهيئة الاستشارية الدولية المختصة في البحث والإنقاذ في الأوساط الحضرية التابعة لهيئة الأمم المتحدة، هذا التتويج جاء نتيجة للدعم الدائم للسيد رئيس الجمهورية لجهاز الحماية المدنية وحرصه على تطويره وعصرنته وتكوين أفراده تكوينا احترافيا. مع هذه القدرات الميدانية سيتدعم جهاز مكافحة حرائق الغابات التابع لمصالح الحماية المدنية ب 15 نريتل متنقل جديد، 15 كولون موبيل يضاف إلى 22 ريتل متنقل موجودة، وهذا ما تعهدنا به السنة الماضية خلال زيارتنا إلى ولاية تيزي وزو، ولاحظنا آنذاك أنه يجب أن نجند إمكانيات إضافية لدعم هذه الطاقات البشرية والمادية على مستوى بعض الولايات التي كانت تعرف آنذاك إمكانيات ليست أو لم تكن في مستوى هذه التحديات أو هذه النسب أو الأعداد من الغابات التي تم حرقها. فإذن هذا مكسب جديد لمصالح الحماية المدنية، وما هي إلا البداية. مون كولونال ce n'est que le début parce que je considère il m'a été exprimé à l'époque le besoin de plus de 37 colonnes mobiles à travers le territoire national. Donc pour cette année 2016-2017 nous avons engagé l'acquisition de ces 15
nouvelle colonne mobile. Et 2017-2018, nous allons, inch'Allah, compléter le reste. Et comme ça, nous aurons, en termes de moyens humains et matériels, une mise à niveau qui va nous permettre, inch'Allah, de faire face à ce genre de catastrophe. هذه القدرات الميدانية كما قلت سيتدعم جهاز مكافحة حرائق الغابات تابع لمصالح الحماية المدنية ب 15 رتل متنقل جديد كولون موبيل يضاف إلى 22 رتل متنقل موجودة كما تم تسجيل عملية جديدة لاختناء وسائل مكافحة حرائق الغابات لإنشاء أرتال متنقلة جديدة على مستوى الولايات التي لا تتوفر عليها وكذا الولايات ذات الثروة الغابية المكثفة وفتح وحدات جديدة للحماية المدنية وفيما يخص استعمال الوسائل الجوية للحماية المدنية في عمليات مكافحة حرائق الغابات يجدر الذكر أنه تم القيام بتجارب ميدانية في نهاية الحملة المنقضية على مستوى ولاية الطرف وسوف يتم استعمالها بصفة تدريجية ابتداء من حملة مكافحة حرائق الغابات لسنة 2018 في انتظار إن شاء الله القيام ونحن في مرحلة دراسة وسائل جوية أخرى لمكافحة حرائق الغابات كما قامت وزارة الداخلية بعد إنشاء المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى ذلك في سنة 2011 باتخاذ عدة إجراءات منذ سنة 2015 تعزز قدرات هذا النظام الوطني للوقاية من المخاطر الكبرى عبر تعيين إطار على مستوى كل ولاية وبلدية مكلف خصيصا بملف المخاطر الكبرى أين ستريت ريزامبوردون Nous avons aujourd'hui notre prolongement au niveau de chaque wilaya et de chaque commune qui représente le délégué national à la prévention et aux catastrophes naturelles. Donc il ne faudrait pas que ça passe comme ça. Moi, je suis d'accord avec moi. 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 Je البلديات قلت أين استفادوا هؤلاء من عمليات تكوينية متخصصة في هذا المجال كما استفاد المسؤولين المحليين على مستوى جل ولايات الوطن خاصة المنتخبين من عملية تكوين أيضا في مجال الوقاية من المخاطر الكبرى وتسيير الأزمات السيدات الفضليات السادة الأفاضل إن هذه المقاربة التي اعتمدناها على مستوى قطاعنا الوزاري لا يمكن لها أن تنجح إلا إذا تضافرت جهود جميع المتدخلين من سلطات مركزية ومحلية وكذا مؤسسات متخصصة وفعاليات المجتمع المدني والمواطن وبهذا الشأن فإننا نثمن كل اتفاقية وتعاون بين قطاعاتنا الوزارية ومؤسساتنا العمومية المتخصصة وعلى رأسها الأرصاد الجوية الجزائرية وخاصة الوكالة الجزائرية للفضاء من أجل استعمال صور الأقمار الصناعية في مكافحة حرائق الغابات خاصة وأن بلادنا قد أطلقت قمرها الصناعي السابع الكومسات واحد والذي جاء تنفيذا للبرنامج الفضائي الوطني 2006-2020 الذي أقره فخامة رئيس الجمهورية والذي يهدف إلى الكسب التدريجي لتكنولوجيا الفضاء وكذا الاستجابة للاحتياجات الوطنية خدمة للتنمية الوطنية دائمة لذلك وجب علينا الاستغلال الأمثل لهذه الاستثمارات الضخمة للدولة إن ما وصل إليه النظام الوطني للوقاية من الحرائق ومكافحتها اليوم لا يبعث على الارتياح في ظل الإمكانيات الجبارة التي تحوزها بلادنا سواء أكانت بشرية أو مادية وهو اليوم قد بلغ مرحلة متقدمة
من النضج بفضل تضافر جهود كل المعنيين وعلى رأسهم الحماية المدنية والمديرية العامة للغابات والمندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى، وهو ما يؤهله لأن يكون حجر الأساس في رسم الاستراتيجية الوطنية لحماية غاباتنا وتنوعها البيولوجي في من الحرائق. السيدات الفضليات، السادة الأفاضل، إننا اليوم أمام تحديات جديدة تتطلب منا رؤية جديدة مندمجة وتشاركية تشمل كل المتدخلين وحتى المواطن. كون الصائفة الفارطة تم تسجيل للأسف عدة حرائق بفعل فاعل كون الصائفة الفارطة تم تسجيل للأسف الشديد عدة حرائق بفعل فاعل أين تجرد بعض الجشعين من إنسانيتهم وقاموا بإضرام النيران من أجل استغلال مخلفاتها للربح السريع، ناسين بذلك الجرم الكبير الذي ألحقوه ببيئتهم. وقد تمت إحالة العديد منهم على العدالة. لذلك فنحن واعون كل الوعي أن مسألة الوقاية من حرائق الغابات تتطلب مشاركة الجميع وليست مسؤولية السلطات المختصة لوحدها وبحسب. لذلك فإننا نرى بأنه أصبح من الضروري القيام بتحيين تشريعنا الوطني المتعلق بالوقاية من المخاطر الكبرى ومنها حرائق الغابات الصادر سنة 2004 وتكييفه مع التطورات الحاصلة في الميدان لا سيما في مجال استخدام التكنولوجيات الحديثة. لذلك سيتعزز جهاز مكافحة الحرائق لهذه السنة بوضع حيز الخدمة أنظمة معلوماتية تتعلق بالوقاية من الكوارث الطبيعية وتسييرها ومنها حرائق الغابات عبر استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال، ونحن بصدد تطوير هذه الأنظمة لتكون علمية ابتداء من السداسي الثاني لهذه السنة. كما سنعمل على إقحام الجماعات الإقليمية أكثر فأكثر في هذا المجال من خلال منحها صلاحيات جديدة في مجال الوقاية من الكوارث الطبيعية وتسييرها بتكريس ذلك في القانون الجديد للجماعات الإقليمية. وفي الختام أتمنى لإشغال هذا اللقاء الوطني كل النجاح، والذي ستكلل توصياته الاستعجالية بمتابعة دقيقة من أجل تجسيدها على أرض الواقع. شكرا على كرم إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.